اهلا بكم مره ثانيه. في الفقره دي هنتكلم عن كتير من الموضوعات اللي تهمنا كلنا الحقيقه، وخصوصا اللي من حضراتكم من متابعي الدوريات الاوروبيه، وخصوصا مع انطلاقه قويه جدا للموسم الجديد من الدوري الانجليزي. هنتكلم في كل هذه الامور والدوريات الاوروبيه المختلفه وكمان بطوله افريقيا. كل الكلام ده هيحصل مع الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي دايما بيسعدنا بوجوده معانا ب 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل واهلا بحضرتك. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير. صباح الخير. كله كويس؟ تمام الحمد لله بخير. نايم كويس؟ لا ما انا حاسه. طب نبدا بايه؟ بالدوري الانجليزي اكيد طبعا. رايك ايه في الماتشات دلوقتي اللي بتحصل؟ بعد كده عندي بعض النقاط كده انا وكريم اللي عايزين نتكلم فيها، وهي برضو سوء الانتقالات اللي لسه مستمر. تمام. ومصير كريستيانو وغيره، لان طبعا ده بيهم مليارات لو قلنا مش ملايين بس عشاق طبعا. صحيح. يعني رونالدو اتفضل. يعني الدوري الانجليزي طبعا بادئ كالعاده، يعني ما فيهوش جديد، بادئ قوي جدا من بدايته. بالظبط. ده الطبيعي، هو يعني بدايه الدوريات الاوروبيه بالنسبه لنا بتبقى يعني حاجه كده بتظبط الدماغ. يعني احنا ايه في ظل يعني البطولات اللي احنا بنعيشها دي، المسابقات اللي احنا بنعيشها في مصر الغريبه طبعا اللي لسه اصلا ما انتهتش. يعني احنا النهارده هينتهي لسه في اخر اغسطس، والدوريات الاوروبيه بدات خلاص. يعني لما الدوريات لما الدور المصري ده العجيب الغريب ده لما يخلص هيكون خلص مثلا حوالي 5 اسابيع من الدوريات الاوروبيه. ما تفكرناش بقى يا استاذ محسن هنعمل ايه. فعشان كده يعني عشان كده بقول لحضرتك ان هي بتظبط دماغنا، دماغنا الكرويه طبعا اقصد. يعني فطبعا البدايه بالدور الانجليزي طبعا كان قوي جدا، وما حدش يقول مثلا ايه ده السيتي بادئ قوي وليفربول تعثر، الكلام ده مش موجود خالص في انجلترا. لا ما فيهوش اي مشاكل. يعني يكفي ان السنه اللي فاتت اخر جوله، بل مش اخر جوله بس اللي اتحدد فيها البطل، لا ده اخر 10 دقائق، ده اخر ربع ساعه اللي اتحدد فيها البطل. صحيح. بالمشهد الدراماتيك اللي حصل في المباريات اللي قمر في وقت واحد. لكن طبعا يعني نقدر نقول اللي يهمنا طبعا محمد صلاح اكيد بيواصل طبعا للمره السادسه على التوالي في بيسجل في المباراه الافتتاحيه، وده شيء عظيم بيدخله التاريخ. ده رقم قياسي. بالظبط. كمان في سجل اهداف ليفربول نفسها، ان تاريخ ليفربول هو بيتواصل يعني ما يعني بيقرب من طبعا ايان رش، يمكن هو اكتر لاعب في تاريخ ليفربول مسجل 346 هدف تقريبا. لكن صلاح ان شاء الله جاي في الطريق يعني. ان شاء الله يعني، بس محتاج كم موسم كمان. يعني كانت ظاهره غريبه ان ارسنال بيكسب، لان ارسنال محب ارسنال كتير جدا في مصر، لكن هو للاسف فريق غريب يعني ما بيكملش، بيتغلب ماتشات غريبه جدا. يمكن الكوميكسات الانجليزيه بصراحه كان في كوميكس ظريف جدا لما هم كسبوا كريستال بالاس 2-0 وصعد لقمه الدوري الانجليزي، فكان الكوميكس طريف كده، قال لك هم اشبه وجود ارسنال على القمه اشبه بوجود الفيل على الشجره، ما حدش عارف طلع ازاي بس كله عارف انه هينزل. ف يا عيني على ارسنال زمان، ده كان ارسنال زمان ده تتهزله يعني شنبات. طبعا طبعا كان من طبعا الفرق طبعا القويه جدا الحقيقه. طبعا كان في كمان انتصار لانديه لندن، تشيلسي كسب خارج ارضه على ايفرتون 1-0، وتوتنهام كسب 4، وارسنال كسب 2. فانديه لندن الثلاثه كانوا تفوقوا في خلينا دلوقتي في ليفربول ومحمد صلاح وال1 2 اللي استجد مؤخرا بينه وبين داروين نونيز، ويعني شايف الثنائي ده او الثنائيه دي هتبقى عامله ازاي الفتره الجايه؟ طبعا بعد ما شفنا ثنائيات سابقه ما بينه وما بين طبعا ساديو ماني مثلا، ساديو ماني اللي رحل عن الفريق. خليني اقول لحضرتك ان حرفيا هي ثنائيه مرعبه، ثنائيه صلاح ونونيز ثنائيه مرعبه فعلا. يعني مثلا من هم لعبوا ماتشين اثنين، مباراه الدرع الخيري اللي هو ضد السيتي وكسبوا 3، ومباراه فولهام اللي هي في افتتاح الدوري الانجليزي. من 5 اهداف سجلها ليفربول صلاح ونونيز سجلوا 4، بل بالعكس تناوبوا، يعني كل واحد سجل 2 وعمل اسيست. هو ده ما يقلقناش على صلاح؟ يعني لا اخذا في الاعتبار طريقه لعب يورجن كلوب. لا 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 ما قلقناش على صلاح، يعني بالعكس ده يساعد. ممكن يهدد صلاح كهداف مثلا؟ قوه صلاح كلاعب مهاري وخبراته اللي زادت في الدوري الانجليزي ما تخليكش ما تقلقش عليه ابدا، حتى لو كان جنبه ميسي يعني ما تقلقش عليه. كم يوم كان في عنوان بيتكلم عن ان هالاند يهدد محمد صلاح، محدش يسجل هدفين مع لا لا ما حدش هيهدد محمد صلاح. يعني لكل مباراه ظروفها طبعا، محترم طبعا هالاند لاعب كبير وسجل هدفين في الافتتاح في مباراه الافتتاح في السيتي، لكن مثلا ما هو اتغلب من ليفربول في مباراه الدرع الخيري حتى ما سجلش كمان وما ظهرش كمان. يعني هو كان طبعا لاعب رائع مش عايز كلامه، ده اضافه اصلا للدوري الانجليزي قبل ما يكون اضافه لمانشستر سيتي. لكن محمد صلاح ما لا خوف عليه، وان شاء الله في الموسم الجديد يقدر محمد صلاح ان شاء الله ياخد كمان لقب الهداف، لان هو بداها كده بهدف وباسيست. هو السنه اللي فاتت نهاها بانه خد افضل اسيست في الدوري الانجليزي وافضل هداف الدوري الانجليزي والاكثر اسيست في الدوري الانجليزي، فهو بدا مبكرا
اخيرا بدري يعني من اول ماتش فرقته جابت جونين، جاب جون وعمل اسيست جون، فبادي من الاول مركز. ما اعتقدش محمد صلاح عنده مشكله في القصه دي، وجود نونيز بيخدم على محمد صلاح، لان محمد صلاح بطبعه لاعب موهوب، فبالتالي لا طريقه لعبه تنفع معاه ولا الكلام ده كله. وكان مثلا قبل نونيز ما كان في الثلاثي المرعب صلاح فيرمينيو ساديو ماني، ومع ذلك كان بيتفوق على الاثنين، طبعا اكيد 3-1 لكن كان بيتفوق على الاثنين. ويوم ما حصلت يعني حد قرب منه كان ساديو ماني خد معاه الاثنين، خدوا مع بعض ايكوال هداف الدوري الانجليزي، كان مع هاري كين كمان، كان الثلاثه خدوا الهداف في وقت واحد من سنتين. فلا ما فيش اي خوف على محمد صلاح، بالعكس ده بيخدم محمد صلاح وبيخدم حتى ليفربول انه يقدر يحقق بطولات السنه دي. طيب حلو جدا. قبل ما نروح للدوري الاسباني لانه خلاص هيبدا الاسبوع الجاي، وناس كثيره متوقعه ان البارسا هيعود بعد التدعيمات الاخيره اللي هو عملها، يعود بقوه بعد غياب من الدوري 3 مواسم. خليني بس اروح معاك ليه عشان نقفل الدوري الانجليزي لكريستيانو، مصير كريستيانو اللي لسه حد دلوقتي لم يحسم بعده، اللي علامات استفهام كتيره، واللي ابتدت اسماء نوادي كتيره جدا تطرح في الفتره الاخيره ما بعد مانشستر يونايتد. الى اين بقى نقدر نقول كريستيانو رونالدو؟ يعني بنسبه كبيره جدا في بروسيا دورتموند، لان هو مش بيختار، هو كريستيانو ما عندوش اختيارات خلاص. 37 سنه، اغلب الفرق رفضته طبعا. وحشه قوي دي برضو في مسيره لاعب عظيم زي يعني كريستيانو. هو اخطا لما مشي من ريال مدريد، ده بلا شك يعني، لكن خلاص اللي حصل. كان في بدايه الموسم كان ممكن يروح، او كان وكيل اعماله كان بيسوقه يعني، بسبب كبر السن ما خلاص ما مشيش يعني. بس هو اداؤه ما زال لم يتاثر يعني، زي مثلا ابراهيموفيتش، ما ابراهيموفيتش حاجه و40 وما زال يعني ماشي بس اللي هو موجود في اقوى دوري. وعندنا كان الحضري برضه. لا الحضري حارس مرمى. وعندنا كان يعني انا بقول لك اسماء فضلت للاربعينات. لا احنا عندنا كان الحضري طبعا كان حارس مرمى، موجود محمد عبد المنصف، بس دول حراس مرمى طبيعه المركز ده مش زي لاعب. كابتن عبد المنصف تقريبا تساوى دلوقتي في عدد المشاركات في الدوري مع كابتن عصام الحضري لو انا مش غلطان. اعتقد قرب، هو على وشك انه يعديه كمان، يعدي الرقم يعني هيقرب منه. لكن كمان كريستيانو مشكلتين انه موجود في اقوى دوري في العالم يعني، ومع ذلك هو كان هداف فريقه السنه اللي فاتت، ده حاجه تحسب ليه. لكن اليونايتد ما بيساعدش حد، في اليونايتد الحالي ما بيساعدش حد انه يتالق. وبعدين بالنسبه نجيب من الاخر، بالنسبه لكريستيانو تسجيل هدف واحد في دوري ابطال اوروبا بالنسبه له اهم من انه يفوز مع مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي، لان هو بيحارب الزمن. بمعنى ايه؟ ان هو دلوقتي 140 هدف او 141 140 هدف الهداف التاريخي لدوري ابطال اوروبا، الثاني ميسي ب 125 فرق 15 جول. فهو السنه دي اليونايتد مش هيشارك، فهو وميسي هيشارك، فالناس دي هتزيد اهدافها بالزبط. هو مش هيزيد، فهو بالنسبه له عايز اي فريق يشارك في دوري ابطال اوروبا، ده متوفر في بروسيا. الحقيقه هما الاثنين وضعهم وصورتهم وهيبتهم اتهزت كتير بعد ما سابوا فرقهم الاصليه. اضف لذلك السن يعني طبعًا. فرق سابوا فرقهم الاصليه والسن نفسه يعني، حتى ايه شبه شيء يذكر، ميسي تحس انه اكبر من الدور الفرنسي يعني. السنه اللي فاتت موجود في الدور الفرنسي اللي خد هداف ولا كان مؤثر مع الفرقه بالظبط. بس في فرق بين ميسي وكريستيانو، ان ميسي كان غصب عنه، كريستيانو كان بارادته يعني، برضو عشان نبقى مفرقين الظروف مختلفه. ماشي مش يعني بس يقدروا يحلوا الموضوع يعني، او كان يقدروا يبقوا كاساطير لريال مدريد وبرشلونه، لكن في النهايه هم يعني في المجمل دفعوا ثمن خروجهم من الكبيرين ريال مدريد وبرشلونه، ان هو اصلا حتى ده اثر على الدور الاسباني نفسه، ان هم لما سابوا الدور الاسباني الفرقتين الكبار تاثر بشكل كبير جدا، وبدا يتعافى شيئا فشيئا انه يرجع. هل اللي حصل معاهم ده في دلاله على ان سيطره راس المال او اغراء واغواء الماديات ممكن تخلي اساطير يتخلوا عن الاماكن اللي هم حققوا اسطورتهم فيها؟ كلام حضرتك صح، بس مش 100% لان يعني مثلا رونالدو السنه اللي فاتت وهو رايح اليونايتد كان جاي له عرض من السيتي. السيتي اللي هو اللي بطل الدوري الانجليزي، سيتي اللي بيشارك في دوري ابطال اوروبا، سيتي الفريق كبير، ومع ذلك هو ما راحلوش عشان هو الغريم الازلي لمانشستر يونايتد. الاثنين في مدينه واحده والعداء بينهم كرويا طبعا بشع، فما راحش لده وراح للتاني لانه هو بينتمي عاطفيا ليه، ففضل ده عن ده. هو موجود بس مش بنسبه كبيره طبعا، لكن اكيد طبعا سطوه المال خلت واحد زي ميسي يروح باريس سان جيرمان، او باريس سان جيرمان يجيب نيمار وميسي والكوكبه اللي عاملها دي بارقام فلكيه، بس ده في النهايه ما نفعوش يعني، ما عملش نتائج يعني في النهايه بطل محلي ولم يحصل على الهدف الاكبر بالنسبه له دوري ابطال اوروبا، اللي هو نفس الكلام حصل برضه مع السيتي رغم كل النجاحات بتاعته دي، برضه لا يفوز بدوري ابطال اوروبا، اللي هو اصلا يعني مش عايز اقول معمول عشان عايز يعمل يعني طبعا. جايبين جارديولا والكوكبه دي عشان ياخدوا دوري ابطال اوروبا مش الدور الانجليزي، وكذلك باريس سان جيرمان. وارد ان ميسي ممكن يحقق لقب هداف الدوري الفرنسي مثلا الموسم ده مع البدايات القويه، هو سهل اصلا الثنائيه اللي سجلها مع باريس سان جيرمان. الدوري الفرنسي هو
الخامس في ترتيب الخمسه الكبار، يعني ما تقول الدوري الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الالماني، الفرنسي، هو اسهل او اقل دوري في الخمسه، يعني ترتيبه رقم خمسه، وبيفوز باريس سان جيرمان كده يعني، هو معدي يعني، يعني يمكن كان مره خدها ليل السنه اللي فاتت، لكن في النهايه مسيطر على على الدوري الانجليزي، لكن عفوا على الدوري الفرنسي، لكن هو تحس ان هو مش في دماغه يعني، مش بيجري عليها او مش بس عليها قوي ان هو ياخد هداف الدوري الفرنسي، لانه طبعا في النهايه مش دوري مصنف قوي. احنا هنروح فاصل ونرجع نبدا مع الدوري الاسباني لان فيه كلام كتيره جدا، وتحديدا هيبدا بالبارسا عشان نعرف التدعيمات الاخيره دي حلت شويه الازمه الاقتصاديه عندهم، والاسماء الكبيره اللي انضمت كمان ليفاندوفسكي على سبيل المثال، ده هيؤثر يعني بالايجاب، هل هيحل محل كريستيانو عفوا ميسي ولا لا؟ فاصل سريع ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم، ده كان اخر فاصل خلاص في حلقتنا النهارده، لسه بنتكلم مع استاذ محسن لملوم. وخلينا بقى نروح على الدوري الاسباني على طول، ونبدا ببرشلونه اللي غاب عن الدوري 3 مواسم، وطبعا ليه عشاق من كل انحاء العالم، وناس زعلانه، يعني هل في عوده مره ثانيه كده، او يعني زي ما بيتقال كده بوادر تاكد ان في عوده مره ثانيه لبرشلونه لمجدها؟ وفكره هنا انضمام ليفاندوفسكي، ناس تقول لك لا ممكن يعوض ميسي، لا ناس تقول لا عمر ما في اي لاعب حتى مهما كان هيعوض وجود ميسي مع بارسا، يعني خلينا نعرف منك. يعني بالنسبه لبرشلونه بصراحه ما حدش كان متوقع ابدا الصفقات او التعاقدات اللي عملها في قبل بدايه الموسم، لانه كان برشلونه كان عنده بعض المشاكل الاقتصاديه اللي خليته حتى بقى ياجر الملعب بتاعه، الملعب الكامب نو، اللي عايز يعمل فيه حفل زفاف ولا حاجه، وكانت الناس حتى كانت بتتريق اللي عايز ب 300 يورو افرح ماشي، يعني الناس كانت بتتريق عليه ان هو خلاص طب رايح فين برشلونه، لكن هو فاجئ الجميع، يمكن هو كان اكتر نادي في اوروبا كلها مش في مش في اسبانيا فقط، ان هو قدر يعمل تعاقدات بصراحه كانت كلها قويه وجامده، قدر ينجح ان هو يتعاقد مع كريستينسن من توتنهام مجانا، مع فرانك كيسي مجانا من ميلان، لكن كانت الصفقه الاعظم طبعا ليفاندوفسكي، وقبلها كان في رافينيا بصراحه، لكن ليفاندوفسكي بصراحه هي الصفقه اللي لمعت اكتر في ومؤخرا جاب كمان كوندي، لكن هو ليفاندوفسكي الناس بتتكلم طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو هل هيعوض ميسي، طبعا مفيش اي لاعب طبعا هيعوض ميسي، لكنه لاعب رائع يعني، كان يعني ليفاندوفسكي مثال اللاعب المتكامل بصراحه في صحيح. كل يمكن ثابت على مستواه دايما، ظهر ده في بايرن ميونخ، يمكن حتى الناس كانت بتحب تروح ريال مدريد وبرشلونه عشان تاخد الكره الذهبيه، كان حتى كان في الناس بتتريق يقول لك ايه عشان تحصل على الكره الذهبيه روح الدوري الاسباني، اصل مش بلعب في الدوري الاسباني انا بلعب في الدوري الانجليزي، لكن هو حصل على الجوائز دي وهو بيلعب في بايرن ميونخ اللي هو الدوري الالماني، نقدر نقول الى حد ما دوري متواضع يعني، يعني دوري الفريق الواحد يعني، بايرن ميونخ مسيطر زي باريس سان جيرمان كده في فرنسا، بعكس طبعا الدوري الاسباني بيتناوبوا عليه ثلاثه، الريال والبارسا ومعهم اتلتيكو مدريد، لكن الصفقات دي خلت الناس كلها مستنيه، فاجات الجميع وخلت الناس كلها مستنيه موسم قوي بقى، عوده الليجا اللي بجد اللي هي بقى لها 3 سنين من بعد ما مشي رونالدو وبعد منه ميسي، خلت الدوري الاسباني ما بقاش ليه متابعين قوي. هو من امتى الفرق الثقيله الكبيره العريقه اللي ليها تاريخ واللي طول عمرها بتحصل على بطولات، من امتى بتبقى في عرض لاعب نجم يستجد ضمن صفقاتهم الجديده عشان ياخد بقيتهم؟ من امتى الكلام ده؟ حصل في الليجا يعني، حضرتك كان في اخر 10 سنين كنت تتفرج العالم كله بينتظر مباراه ريال مدريد وبرشلونه، اللي هي كان ساعات بيقول لك ايه مباراه ما بين رونالدو وميسي، حتى كان بعض الصحف بتقول لك رونالدو يتعادل مع ميسي 2-2، كان في مره كده كانوا يتعادلوا 2-2، الاثنين جابهم ميسي والاثنين جابهم رونالدو، فالاثنين الكبار دول او قطبي الكره في العالم، مش ريال والبارسا، كانوا قطبي الكره في العالم رونالدو وميسي، تناوب الفوز بالكره الذهبيه ده ياخدها ده ياخدها، الموضوع كان منتهي، لكن لما الاثنين مشوا مره واحده عملوا فراغ كبير جدا في الليجا، الانظار بعدت شويه عن الدوري الاسباني، ما عادش دوري قوي، لانه اصلا في الاساس ما كانش حد بيتفرج قوي على ماتش مثلا ايه ريال اللي كانوا مثلا مع برشلونه، الميريا مع مش عارف ريال مدريد، خلاص كانت اهم حاجه عندك ماتشات ريال مدريد مع ريال مدريد والبارسا، مع اتلتيكو مدريد شويه، مع اشبيليه، مع فالنسيا الى حد ما، لكن كمان لما راحوا دول ما بقاش حد يتفرج عليه نادرا، السنه دي بيرجع يعني، هو رجع السنه اللي فاتت بقوه ريال مدريد بصراحه، عامل تشكيله رائعه جدا مع منافسه اتلتيكو مدريد، يمكن برشلونه كان بعد شويه، لكن السنه دي بالاثنين قطبي مدريد ريال واتلتيكو، وكمان بنضيف عليهم وجود برشلونه بوجود لاعب بقى كبير زي ليفاندوفسكي معاهم، لا اكيد المنافسه هتبقى السنه دي بصراحه رائعه، هنرجع تاني نتفرج على الدور الاسباني بتركيز اكبر، ممكن يا ترى هيكون بنفس القدر من المتعه ولا لا؟ هدينا هنشوف يعني، خلينا نشوف نستنى يعني.
طب تعال نروح للدوري الايطالي واليوفي، وايه النظام ومتوقع ايه برضو؟ لا الدوري الايطالي في كل مرحله ممتع بكل امانه، يعني كره القدم الايطاليه لا غنى عنها بكل امانه، الكاليتشو ممتع بجد. لكن هو محصوره بين قطبي الكره الايطاليه يعني ايه سي وما كانش محصوره، ده هو الفتره الاخيره كان يوفنتوس بس يعني. ما اليوفي غايب بقاله اكتر من سنتين اهو. بالظبط، والسنتين يعني رجعت الكره بجد لحلاوتها، مره انتر ميلان ومره إيسي ميلان، قطبي مدينه ميلان اللي هي المدينه الوحيده في العالم اللي فيها اثنين، المدينه الوحيده في اوروبا اللي فيها فرقتين خدوا دوري ابطال اوروبا، الريال الإيسي ميلان خدها 7 مرات والانتر خدها 3، فدي يمكن المدينه الوحيده في اوروبا اللي فيها فرقتين خدوا دوري ابطال اوروبا، والناس كلهم بيحبوا الانتر والميلان. فكان جميل ان هم خدوها اخر سنتين الانتر ثم الميلان. السنه دي انت داخل على موسم قوي جدا بصراحه، الميلان عامل واخد بطوله الدوري عن جداره واستحقاق وراجع بعد غياب، الانتر رجع لوكاكو تاني بعد الدبابه البشريه بتاعته من تشيلسي، فاكيد بيحاول يرجع تاني للمنافسه. يعني بعيد عن اليوفنتوس شويه، عندنا في ناس بتتجاهل فريق روما، يعني فريق روما قوته في كذا حاجه، ان هو اصلا بيدربه جوزيه مورينيو، فمورينيو في حد ذاته ده قوه في حد ذاته، ان هو كمان جاب لهم بطوله المؤتمر الاوروبي حتى وان كانت البطوله الاضعف في بطولات القاريه في اوروبا، لكن في النهايه روما خد بطوله، يعني دي برده بتحسب ليه. وفي الصفقه الاخيره اللي هو تعاقد مع ديبالا من يوفنتوس، كانت صفقه مدويه جدا، كلنا شفنا استقبال ديبالا من جماهير روما كان يعني مش ممكن، انا ما شفتش استقبال في العالم للاعب بالشكل ده، يعني من ايام مارادونا لما راح نابولي في منتصف الثمانينات، ما فيش نادي في العالم استقبل لاعب بالشكل اللي استقبلوا بيه جمهور مدينه روما كلها بديبالا. تشوف الفيديوهات حاجه رائعه، لان هو كمان دخل قلوبهم قبل ما يجي، لانه معرض عليه الرقم 10 فقال لا رقم 10 ده بتاع الاسطوره توتي، وانا مش استحاله البس الرقم 10، ويظل رقم 10 في روما. طبعا هو لاعب وبعدين هو جالي اصلا، لان يمكن كانت خدتها لجازيتا ديل سبورت اللي هو الصحيفه الاشهر في ايطاليا، خدت صوره لقطه كده لمورينيو ماسك الموبايل وكاتب برونتو سونو مو، تحياتي انا انا مورينيو، هو بيجيب اللعيبه كده وبيرفع السماعه يكلم اللاعب يجيبه. حتى كان جاب محمد صلاح بالمناسبه لما انضم لتشيلسي في بدايه زمان، يعني لما كان في فريق بازل السويسري، هو كان مورينيو هو اللي كلمه، فوله سحر خاص يعني، نجم كبير في عالم التدريب زي مورينيو سبيشال 1 كلم ديبالا، غير اتجاهاته خلاص ما فكرش، مورينيو بيكلمني. طبعا وجود مورينيو مع ناديي روما او ديربي روما اللي هو روما ولاتسيو مدينه روما يعني، فده بيعزز اقوى اكتر كمان، عندنا نابولي اصلا فريق قوي في الاساس، مع وجود طبعا اليوفنتوس اللي بيحاول يرجع لما جاب واحد زي دي ماريا مثلا دي ليخت، يمكن ده هيدي طعم، ما بقتش المنافسه احاديه ولا ثنائيه، يمكن بقت رباعيه او خماسيه، فده هيخلي الكاليتشو يرجع لحلاوته تاني، اللي طبعا بصراحه الكره الايطاليه بملاعبها بجمهورها باسماء حتى اللعيبه وهي كلها حلوه على بعضها، ده بلد البيتزا طبعا. صحيح. حلوه القفله دي. طيب احنا معانا تقريبا 4 دقائق، خلينا نختم بقى بمصر ونتكلم عن فيتوريا. هو المفروض وصل يوم 2/8/3 اللي فات. صحيح. النهارده نزل يعني اخذ جوله كده في الملعب وبص، واكيد هو متابع وعنده اجنده لقاءات وغيره. خلينا نبدا من فيتوريا وتوقعات استاذ محسن لملوم كده للفتره اللي جايه والاحداث اللي حاصله واللي هو جه استلم بيها برضه. والله هي مبشره بالخير في وسط كل الظلام اللي احنا فيه في العك الكروي في مصر، لكن هو مبشر، لان فيتوريا لو ما عملش الكلام ده ما حدش هيلومه، ما فيش مدرب بيقعد يجتمع مع مدربين او المدير الفني لانديه الدوري والشباب وغيره، ما فيش مدرب بيزور كل الملاعب في الكره المصريه، ده كويس ان هو يعني ليس من سمع كمان راى، يعني هو بيجي يشوف بنفسه، بينزل ارضيه الملعب يشوف الملعب عامل ايه. يمكن الحته دي بتفكرنا بمانويل جوزيف، مره كان بيلعب هو بيدرب النادي الاهلي في بداياته، كانوا رايحين الملعب في مره فليه الاوتوبيس رايح ملعب المقاولين في مره كانوا يلعبوا، فقالوا لهم احنا مش في القاهره، قالوا لا ده الماتش في المقاولين، انزعج جدا من القصه دي وغير الخطه في الاوتوبيس، نفس يعني المدرسه البرتغاليه بالظبط يعني. اللي هو لا يا جماعه الملعب بيفرق، كمان المدرب ده يعني لفيتوريا بيجتمع مع كل المدربين الدوري، بيجتمع بيشوف كل الملاعب قدر الامكان، مش بيكتفي من الفرجه على التلفزيون يعني، كمان بيعمل حاجه مهمه جدا، متابع فريق الشباب اللي هو خد وصيف بطوله كاس العرب الاخيره بضربات الترجيح امام السعوديه، وبعت لهم تهنئه كمان لما تاهلوا للمباراه النهائيه، لان ده لو حضرتك تاخد بالك هو عقده 4 سنين، فدول اللي جايين عليه يعني ان شاء الله سنتين ثلاثه قبل نهايه عقده، اقل من ثلاثه وممكن اقل من ثلاثه، لان هو يعني شفنا تجربه النادي الاهلي مؤخرا مع الناشئين، الناس كلها بدات تحط عينيها على اللعيبه دي، بدات تحط حتى عينيها على لعيبه المنتخب الشباب، ان هو يا جماعه ده المبدا ده طول عمره منطقي وموجود، ليه مش بنلجا له غير لما نتزنق قوي؟
المنطق حاضر فيه يعني. بالظبط، ده بالعكس، ده هي كره القدم معموله يعني بينطبق عليها الحاجه ام الاختراع. ليه بيتفوق اللاعب الافريقي في الدول الافريقيه الاكثر فقرا عن مثلا دول شمال افريقيا؟ لان هو هنا الحياه فيها ركض الى حد ما، كده كده بيلعب في الاهلي في الزمالك، فالبطولات مضمونه، فالدنيا بالنسبه له بيس. لكن في افريقيا زي ما لعبش مش هياكل اصلا، فبيجي طالع بره فبينجح. ده كذلك حضرتك مثلا اقرب دليل مباراه الاهلي والاتحاد، الشباب الصغير عايز يثبت نفسه، جعان شهره، جعان فلوس مش طبعا. عيب عايز يثبت، عايز الناس تشاور عليه، بدا الناس تعرف سيد غريب، بدا الناس مش عارف زياد طارق، الناس دي أخري. كذلك في الزمالك برضو ده المهم. انت خلاص ما هو الكبير ماشي، كبير ما فيش مشاكل، ولازم له شويه راحه. فكان الراحه السلبيه دي كانت مهمه، يعني يمكن من اجمل القرارات اللي خدها، افضل القرارات اللي خدها كابتن محمود الخطيب في رئاسه مجلس الاداره، لان هو ريح الكبار، لان ده عشان تحتاجهم، لان اصلا في العالم لازم 3 شهور راحه سلبيه. طبعا هنا كله لابس في بعضه، ما فيش اي راحه، فكله بيحصل. احنا 3 شهور دي بندخل فيهم 4 بطولات صحيح. بالظبط، فعشان كده ذكر كويس. نرجع لفيتوريا، ان هو كويس انه حط عينه على مجموعه الشباب، لان دول اللي جايين بالنسبه له، دول المستقبل، مش الطاقم الكبار اللي اكيد طبعا هيعتمد عليهم، لكن هو باصص عينه على اللي جاي مش اللي رايح يعني. فده شيء يحسب بصراحه لفيتوريا. البدايه مبشره وما عندوش اي ضغوط خالص، لان طبعا كمان البطوله اتاجلت بتاع كاس الامم الافريقيه سنه، وتصفيات كاس العالم اللي هي الاهم والمهم بالنسبه لنا لسه باقي عليها 4 سنين اساسا. فبالنسبه له الدنيا سهله تماما، فكويس انه براحته يقدر يعمل الكلام ده كله، ومعاه 4 سنين فمفيش اي مشاكل خالص. حضرتك بتطمن عموما على الصعيدين، على صعيد النادي الاهلي والمستجدات اللي بتحصل فيه، وعلى صعيد المنتخب واللي بيحصل فيه، مطمن للي جاي؟ بالنسبه للمنتخب احنا اتكلمنا ان هو ما فيش ارتباطات في الفتره الاخيره، فده كويس جدا، يدي مساحه للمدرب وجهازه يعمل بشكل افضل. في النادي الاهلي اقدر اقول لحضرتك ان يعني رب ضاره نافعه، ان هو تقريبا حظوظه في الدوري ما بقتش موجوده تقريبا يعني. طبعا لسه ما حسمش، لكن خلينا نقول خلاص بقى الظروف صعبه بسبب الاحداث الاخيره وفقد النقاط ايا كانت الاسباب. فكان كويس جدا ان هو طلبا خلاص، فقد ده خلاص، ريح اللعيبه الكبار اللي هم مستهلكين بقى لهم 3 مواسم بيلعبوا لحد بطولات افريقيا، لحد اخر مباراه بيلعبوا 3 مباريات في كاس العالم للانديه، بيلعبوا مع المنتخب، بيلعبوا مع سوبر افريقيا، كل دي زائد الكاس زائد الدوري، كل دي ضغوط عليهم، لدرجه ان هو كان في وقت واحد المنتخب بيلعب في الكاميرون والاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، وهي نفس اللعيبه يعني. خلصوا الماتش يوم الاحد، خدوا الطياره من مش عارف ايه على مش عارف ايه، ولعبوا تاني، يعني امور صعبه جدا. فكانت رب ضاره نافعه، الاهلي ريح الكبار دول، او مش الكبار سنه انا اقصد، يعني الكبار هم بيشاركوا على طول، الاساسيين يرتاحوا شويه عشان تلاقيه بعد كده. فدي طبعا شيء كويس بالنسبه، لحتى تلاقي كل جمهور الاهلي مبسوط من الجزئيه دي، حتى لانه مش هتعنيه النتائج قوي يعني. حلو جدا، احنا الفقره والحلقه خلصت. بس بجد استفدنا، نورتنا استاذ محسن، شكرا لك. شكرا جزيلا لحضرتك، اشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله نشوف حضرتك على خير ان شاء الله. والشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لينا. بكره باذن الرحمن يتجدد لقائنا وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الخير.